السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على محاضرة جديدة وأحد دروس الإلكترونيكس، وهو البيزيك أوف الأوبريشنال أمبليفاير اللي هو مكبر العمليات. الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لنا، ودي الأوبجيكتيفز اللي احنا هنشتغل عليها. Describe البيزيك اوبريشنال امبليفاير كاركترستكس، وهنعمل ديسكاس للاوب امب المودز والبارامتر بتاعته، اكسبلين النيجاتيف فيدباك، وهنعمل انالايز للانفيرتنج والنون انفيرتنج والفولتج فولور اند الانفيرتنج اوب امب كونفيجريشن. بالنسبه للايتمز اللي احنا هنشتغل عليها، بالنسبه للاوبريشنال امبليفاير هنعرف الايدال اوبريشنال امبليفاير، inverting amplifier، ال inverting amplifier with a T network، ال effect of a finite gain، ال summing operational amplifier، ال non inverting operational amplifier، ال voltage follower. وهنعرف بعض التطبيقات عن ال operational amplifier زي ان هو استخدامه ك difference amplifier و instrumentation amplifier و integrator and differentiator. وهنعرف بعض ال problems on ال operational amplifier. لو بدأنا رقم واحد وقلنا ايه هو الاوبريشنال امبليفاير، الاوبريشنال امبليفاير ده احد الالكترونيكس كومبوننت اللي احنا بنستخدمها عشان نقدر ان احنا نعمل اكتر من حاجة في الدوائر الالكترونية، زي ان انا بستخدمه كمكبر. هو طبعا اسمه امبليفاير، فهو استخدامه الاساسي كامبليفاي للسيجنال، ان هو بيكبرها بجين معين بنسبة تكبير معينة بناء على الايه السيركت اللي هو هتتوصل معاه. تمام، ده السيمبل بتاعه، ده الشكل بتاعه في الشكل زي ما احنا شايفين كده. لو احنا عملنا بالليزر كده، ده السيمبل عندنا اللي احنا بنستخدمه في الرسومات الكهربية او في الشرح، ان احنا عندنا شكل المثلث زي ما احنا شايفين، فيه ليه تو انبوتس داخلين وليه خارج، وهنا بقدر ان انا اغذيه بطرفين تغذية اللي هو الموجب في اس اس والماينس في اس اس. وطبعا الاختصارات هنا بتختلف، يعني ممكن نبقى ده في سي سي هنا ماينس في سي سي، بتختلف من شرح للتاني. هنا الانبوت اللي فوق ده على الطرف السالب النيجاتيف، وده بقول عليه النيجاتيف انبوت. تمام، وده البوزيتيف انبوت عشان اقدر اعمل انفيرتنج واقدر اعمل النون انفيرتنج. تمام، وده الاوتبوت بتاعنا. بالنسبة للأوبريشنال أمبليفاير، هو طبعا أساسه إن أنا بستخدمه، دي طبعا الأطراف بتاعتنا زي ما احنا قلنا، اللي هو الفي أوتبوت، دي الأوتبوت فولتج، الفي موجب ده النون إنفيرتنج إنبوت فولتج اللي هو ده، الفي ماينس ده عبارة عن الفي ماينس اللي هي هنا إز النيجاتيف الإنفيرتنج إنبوت فولتج. تمام، وبقدر إن أنا أغذيه باتنين دي سي بارز سبلاي فولتج اللي هو البوزيتيف سبلاي والنيجاتيف سبلاي اللي هما بيكونوا فوق وتحت. بالنسبة للشكل العملي بتاعه هنلاقيه عبارة عن اي سي ليه 8 اطراف، ليه 8 رجول. تمام، النوع المشهور منه اللي هو 741، وطبعا ليه جنرال بيربوز اوب امب، بيتم تصنيعه من السيمي كوندكتور ماتيريال، وفي الاساس هو داخله ترانزستورز بي جي تي ترانزستورز متوصلة مع بعضها بطريقة معينة، فبتقدر ان هي تديني الاي سي اللي احنا بنسميه ال 741 اوبريشنال امبليفاير. تمام، طبعا بيقدر ان احنا سميناه اوبريشنال امبليفاير، ان احنا بنقول عليه كلمة اوبريشنال من جاية من العمليات، ان هو بيقدر يعمل عمليات زي عمليات الاديشن ان هو يجمع، والسبتراكشن ان هو يطرح، والمالتيبليكيشن ان هو يضرب، والديفيجن القسمة، وان هو يقدر يعمل ديفرنشيشن تفاضل، وانتجريشن تكامل. تمام، فيقدر يعمل كل ده فسميناه operational amplifier. زي ما احنا شايفين ان ال operational ده active circuit element designed to perform mathematical operations زي اللي احنا قلنا عليهم. بالنسبة لل 741 اللي هو ال LM741، فاحنا لو شفنا هنا هنلاقي ال op amp built using ال VLSI techniques، و دي circuit diagram بتاعته ك national semiconductors. هنلاقي هنا مجموعة من الترانزستورز زي ما احنا شايفين، ده الطرف السالب وده الطرف الموجب، داخلة هنا من على ترانزستور عبارة عن NPN ترانزستور، وهنا الطرف التاني برضو اللي هو الطرف الموجب
وهنا هتلاقي الـ V output والتغذية بتاعتنا من فوق والتغذية السالبة من تحت، تمام. فديت مجموعة من الترانزستورز. بالنسبة للـ ideal op amp، الـ ideal op amp بيكون ليه بعض، طبعا عندنا في اتنين موديل اللي هو الـ ideal op amp، وفي عندنا الـ practical موديل اللي الـ operational amplifier. ده بيوصف لي الدخل اربع حاجات، بيوصف عندنا اربع حاجات. لما نتكلم على الـ ideal operational amplifier يبقى لازم اتكلم على اربع حاجات، اللي هو الـ infinite الجين، الـ voltage gain هيكون شكله عامل ازاي كـ circuit كدايرة، ان هو amplifier اصلا ففي تكبير بيحصل، فالـ voltage gain القيمة بتاعته هتكون عاملة ازاي، الـ bandwidth اللي هو مجموعة الترددات اللي هو هيسمح بيها الباندويدز بتاعها، عندنا الانبوت امبيدنس المعوقة بتاعت الدخل هتكون شكلها قيمتها عاملة ازاي، الاوتبوت امبيدنس هتكون القيمة بتاعتها عاملة ازاي. فالاربع برامتر دولت لازم اعرف حالتهم في حالة الايديال اوبريشنال امبليفاير وفي حالة البراكتيكال اوبريشنال امبليفاير. لو احنا اتكلمنا على ايديال اوبريشنال امبليفاير فهيبقى عندي هنا انفاينايت فولتج جين في حالة الايديال، يعني قيمة جهد التكبير بتاعه هتكون infinite يعني ما لا نهاية، وهنا ال bandwidth هيكون infinite يقدر يسمح بترددات كتيرة جدا، وال input impedance بتاعتنا هتكون كبيرة جدا تصل للما لا نهاية، وال output impedance المعوقة بتاعت الخارج هتكون قيمتها بكام؟ بزيرو، تمام. لو احنا جينا بصينا هنا هنلاقي جوه البلوك ده جواه العملية بتاعت الـ operational amplifier، إن هي في عندي فرق بين الدخلين اللي هو V2 و V1 مضروبة في الـ A open loop differential اللي هو الـ OD، وده قيمة التكبير اللي هي الجين اللي هو بيكون متصل عندي هنا. ففي حالة الـ ideal بيكون الجين ده تقريبا القيمة بتاعته بتصل للما لا نهاية، وطبعا بوصف هنا الانبوت امبيدنس وبوصف من هنا الاوتبوت امبيدنس. الانبوت فولتج اللي هو الفي انبوت appears between the two input terminals، واللي هو الدخل يعني الدخل الخارج، الدخل بتاعنا هيكون عبارة عن الطرفين، والاوتبوت هيكون عبارة عن قيمة جهد الدخل مضروبة في نسبة التكبير اللي هتحصل، لأن ده مرحلة عملية تكبير. فجهد الخارج هيساوي جهد الدخل مضروب في نسبة تكبير معينة، وده اللي احنا بنديله indicates by ال internal voltage source symbol. ال practical بقى، لو انا بسألك على ال practical هيكون ال parameters او ال characteristics بتاعت ال practical operational amplifier هتكون عاملة ازاي؟ في عندنا أربعة parameter برضو هتكلم عليهم، اللي هو ال voltage gain اللي هو قيمة التكبير في الجهد هنا قيمة هتكون عاملة ازاي، وال input impedance وال output impedance وال bandwidth. فهنا انا في مرحله اسمها البراكتيكال اللي هي العملي بتاعي، طبعا مش هوصل هنا للمرحله الماكسيمم، انما هوصل ل very high voltage gain very high input impedance very low output impedance و wide bandwidth. ففي المرحله بتاعت الـ ideal characteristics بتكون دي infinite infinite zero ودي بتكون infinite. هنا في البراكتيكال الحاله العمليه very high very high very low وهنا وايد. طيب بالنسبه لل op amp input modes and parameters، اول حاجه نقدر ان احنا نشتغل عليها اللي هو استخدام الاوبريشنال امبليفاير في المود الاول، ان انا استخدمه inverting ولا non inverting ولا difference ولا حسب الابليكيشن، ده على حسب التوصيل بتاع السيركت اللي هي شغاله عندي، تمام. فهنروح لاول حاجه عندنا اللي هو السنجل اندد انبوت، سنجل اندد انبوت. الاوبريشنال امبليفاير هنا هعمل ايه؟ عند الطرفين بتوع الدخل بتوعي هروح موصل وان انبوت از جراوندد، هوصل واحد بالارضي والطرف الثاني هدخل عليه السيجنال، تمام، واشوف انا شغال في اهني مود من المودز اللي هي بتاعت الاوبريشنال امبليفاير. هنلاحظ هنا ان انا الطرف اللي هو البوزيتيف بتاعي البوزيتيف انبوت فولتج وصلناه grounded، تمام، والطرف اللي هو النيجاتيف انبوت فولتج دخلت له سيجنال اسمها في انبوت. يبقى انا كده مدخل السيجنال على الطرف النيجاتيف والطرف البوزيتيف وصلته جراوند.
هنشوف الخارج بتاعنا هيبقى عامل ازاي، والوضع الدايرة او الكونفيجريشن ده هنقول عليه ايه. في الحالة ديت لو انا وصلت احد الاطراف بالارضي والسيجنال voltage is applied only on the other input, when the signal voltage is applied to the inverting input وصلته على الانفيرتنج input فده هنقول عليه inverted amplified signal voltage appears at the output. يعني في إشارة معكوسة inverted amplified ومكبرة تمام خارجة عندي على الطرف الأوت، وبالتالي الكونفيجريشن ده هنسميه الانفيرتنج اوب امب او الانفيرتنج سيركت للاوبريشنال امبليفاير. تمام طيب هنا بقى بالنسبة لي، طيب نرجع تاني معلش، هنا في الكونفيجريشن ده إشارة الدخل هتبقى عاملة ازاي مع إشارة الخارج؟ إشارة الدخل لو أنا هنا جيت خدت البين هنا وفرضنا إن السيجنال اللي داخلة ده اهي اللي هي الفي انبوت سيجنال دي، فرضت إن هي كانت عبارة عن ساين ويف عاملة بالشكل ده كده، دي السيجنال الأمبليتيود بتاعها من هنا بوزيتيف 5 فولت تمام كفولت بالنسبة للزمن. المفروض هنا نص الموجة طبعا موجب وده النيجاتيف هاف سايكل. لما اجي ابص بقى على جهد الخارج ده الاشارة اللي داخلة المفروض ان هي هتدخل على الطرف الايه النيجاتيف، وبالتالي انا شغال على الانفيرتنج اوبريشنال امبليفاير تمام. فالاشارة اللي هي خارجة عندي هتكون شكلها عامل ازاي؟ هتبقى شكلها اشارة انت طبعا هتعملها انفيرتد معكوسة، فهنا الطرف ده لو داخل بوزيتيف هيخرج عندي هنا نيجاتيف تمام، فده هيبدأ يبقى موجب وده ده السالب وده الموجب، عشان انا مدخل الاشارة هنا على الطرف الايه الانفيرتد كأنك بتضربها في اشارة سالبة كده. وطبعا هتبقى متكبرة على حسب الاي في بتاع الدايرة ده القيمة بتاعته كام. لو انا فرضت ان الاي في هنا قيمته ب2 يعني في نسبة تكبير 2، يعني الاشارة اللي داخلة هتنضرب في 2 يعني هتتضاعف، فالامبليتيود بتاع السيجنال عندي هنا هيبقى كام؟ هيبقى 10 فولت 10 فولت تمام. طيب يبقى لو انا شغلت الامبليفاير بتاعي على الطرف الانفيرتنج الاشارة هتتعكس هيتعمل لها في الشيفت 180 درجة، والامبليتود بتاعها على حسب الايه على حسب الاي في او الجين الفولتج جين بتاع السيركت بتاعتي كام. طيب لو انا جيت في العملية التانية عملت ايه؟ الانبوت فولتج بتاعتي دخلتها على النون انفيرتنج انبوت، الطرف ده بنقول عليه النون انفيرتنج انبوت تمام، النون انفيرتنج انبوت ديت الايه دي السيجنال. طيب وهنا الطرف ده ارضي اللي هو الجي ان دي تمام كده، فالطرف الجي ان دي دخلته على الانفيرتنج والطرف البوزيتيف طبعا دخلت على السيجنال، فده بالتالي هيبقى اسمه نون انفيرتنج امبليفايد سيجنال فولتج هتظهر على الخارج تمام. بالتالي الاشاره لو انا عندي سيجنال داخله السيجنال اللي داخله كان الشكل بتاعها عامل كده، ده الموجب وده السالب، وكان الامبليتود بتاعها ب5 فولت تمام. المفروض السيجنال اللي خارجه لو انا عندي الاي في بتاعي قيمته ب2 فده معناه ان نسبة التكبير بتاعتي هتبقى الضعف والسيجنال هتطلع بنفس الشكل كده، ده الطرف البوزيتيف هاف سايكل وده النيجاتيف هاف سايكل، والامبليتود بتاعي هيبقى بكام؟ هيبقى ب10 تمام. جاية نتيجة الفايف مالتبل التو ايكوال 10 تمام، فالاشارة هتتضاعف والفيس بتاعها هيكون بنفس الفيس لانها داخلة على الطرف النون انفيرتي. طيب بالنسبة بقى للديفرنس انبوت، لو انا مدخل اشارتين في انبوت واحد ومدخل اشارة تانية اسمها في انبوت 2 هيبقى ايه الوضع هنا؟ الوضع هنا ان انا عندي الدخلين شغالين اللي هو الانفيرتنج والنون انفيرتنج، فبالتالي ده هسميه ديفرنس انبوت او ديفرنس امبليفاير اللي هو بياخد الفرق ما بين الاشارتين ويبدأ ان هو يضربه في جين معين ويكبر السيجنال بتاعتي تمام. فعندي هنا
السيجنال الاولى اللي هي الفي انبوت، وعندي السيجنال الثانيه اللي هي الفي انبوت 2، وبالتالي هنا ده هيبقى تو اوف ذا بولاريتي اللي اوت اوف فيس سيجنالز ار ابلايد تو ذا انبوت. يعني عندي في اشارتين داخلين، واحده على الموجب واحده على السالب، وده البولاريتي بتاعتهم هتكون معكوسه او مش زي بعض. وبالتالي هنا this type operation of operation is also referred to a double ended، بسميه double ended. والنوع ده ال amplified difference between the two inputs appear on the output، يبقى الإشارة اللي هتطلع الخارج هي عبارة عن ال difference between the two inputs مضروبة في gain معين متكبرة شوية. طيب بالنسبة بقى لو أنا مدخل اتنين داخلين، حلو كده تمام، ودخلنا في المود اللي هو رقم سي، المود رقم سي يبقى انا عندي كده ثلاثة مودز اللي هو السنجل اندد، وعندي اللي هو طبعا سنجل اندد فيه عندي نوعين منه اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف، وخدنا الديفرنس وده رقم سي اللي هو او النوع الثالث يعني رقم سي اللي هو الكومن مود انبوت. الكومن مود انبوت الاوبريشن مود بتاعه بيكون عامل ازاي؟ لو انا دخلت اشارتين، إشارة هنا على النيجاتيف وإشارة على البوزيتيف، وكان لهم نفس الجهد بالظبط الفولتج the same phase، يبقى two signal voltage of the same phase and frequency and amplitude، كانوا الإشارتين قد بعض في الفيس والفريكوانسي والامبليتيود، ودخلناهم على الدخل بتاع الإشارتين هنا. إيه اللي يحصل؟ وين التو انبوتس اللي داخلين عندي على الطرف الموجب والطرف السالب قد بعض بالظبط، بيعمل عملية ايه؟ كانسليشن، بيكنسلوا بعض، لان انا بجيب الفرق ما بينهم، تمام، بجيب الفرق ما بينهم، وبالتالي هيطلع عندي على الخارج ايه؟ زيرو او بتفولتش. طيب الاكشن ده احنا بنسميه ايه في الحالة ديت؟ لما يبقى عندي داخلين لهم نفس الفيس ونفس الفريكوانسي ونفس الامبليتيود، ودخلناهم على التو انبوتس بتوع الاوبريشنال امبليفاير، الخارج عندي هيبقى بزيرو، وبالتالي ده هنسميه زيرو اوتبوت فولتج، والحاله دي هنسميها الكومن مود ريجكشن. كومن مود ريجكشن وهو ان الامبليفاير يقدر ان هو يحذف الاشاره المشتركه، تمام، وده بيعني ان الانوانتد سيجنال will not appear on the output and distort the desired signal، ونقدر ان احنا ناخد او نفلتر الاشارة الاساسية اللي هي بتاعته. لو مثال لو انا عندي signals two signals، التو signals دولت لهم desired signal، وفي كان جزء فيه او desired signal وفي جزء noise، والنويز متشابهة هنا ومتشابهة هنا، فيقدر ان هو يعمل يقدر ان هو ياخد الاكشن اللي احنا بنسميه common mode rejection، ويقدر يحذف النويز ويزود القيمة بتاعت السيجنال بتاعه. وبالتالي هندخل هنا في جزئية اسمها الـ Common Mode Rejection Ratio اللي هو اختصارها CMRR، CMRR اللي هو الـ Common Mode Rejection Ratio اللي هي نسبة الـ Rejection اللي هو يقدر يحسبها. هنا Desired Signals can appear on only one input or with opposite polarity on both input lines. ال desired signal are amplified، بيتم تكبيرها and appear in the output، وبتطلع على الخارج، تمام، ولكن ال unwanted signals اللي هي النويز، النويز ديت بيكون لها نفس البولاريتي on both inputs على الداخلين بتوعنا، وبالتالي هنا نقدر essentially cancelled by the operational amplifier، ضروري جدا ان احنا نحذفها، تمام، and don't appear on the output، وما تظهرش على الايه على الخارج عندي. وال measure of the amplifier's ability، طبعا the measure of the amplifier ability to reject the common mode signal is called، بيتم تسميته بال CMRR اللي احنا قلناه فوق، اللي هو ال common mode rejection ratio، تمام، ال common mode rejection ratio. ideally ال op amp provides a very high gain for a desired signal اللي هو single ended or differential وzero gain for the common mode signals، وديت من اهم الخصائص بتاعت الايه operational amplifier. لو خدنا مثال زي اللي احنا شايفينه قدامنا،
وبقول ان انا عندي تو سيجنالز، بقول ان انا عندي تو سيجنالز. السيجنال الاولى اسمها في واحد، ودي قيمتها اي زائد سي، وفي اتنين دي السيجنال التانية، ودي قيمتها بي زائد سي. وبالتالي هنا الاوبريشنال امبليفاير، لو انا مدخل اشارتين اللي هو في واحد وفي اتنين، والاشارتين دولت زي ما احنا شايفين كده فيهم جزء اساسي وفيهم جزء زي النويز اللي هو السي. افترضنا السي ديت جزئية النويز، وجزئية النويز ديت كانت البولاريتي بتاعتها متشابهة هنا وهنا، اللي هي السي هنا زي السي هنا كده، تمام. واحنا عارفين ان الاوبريشنال امبليفاير عنده الابيليتي تو كانسليشن، اللي هو الايه الكومون سيجنالز او الكومون مود ريجكشن، ان هو يقدر يحذف النويز، تمام. فاحنا لو جينا خدنا الفرق ما بين الاشارتين، عشان هو دلوقتي شغال بالتو سيجنالز، فهيعمل عملية ديفرنس ياخد الفرق ما بينه. ففي اتنين ناقص في واحد كده، هحط قيمة في اتنين اللي هي البي زائد سي ماينس، او ماينس ال A زائد C اللي هو السيجنال التانية اللي هي الأولى ديت، اللي هو في اتنين ناقص في واحد، حطينا قيمتهم. بالتالي لو هنا الإشارة دي دخلناها جوه الكوز، فهيبقى عندي ماينس A ماينس C، هتلاقي بلس C، هيحصل لها كانسليشن مع الماينس C، تبقى السيجنال الأساسية عندي الأخيرة خالص هي ال B ناقص أو ماينس A، تمام. والكومن مود فاليو اللي C is rejected، كده احنا حذفنا C، تمام. طيب، ومن هنا برضو قدرنا ان احنا نشوف ان the higher the output open loop gain with respect to the common mode gain. ده هنقدر ان احنا نحسب نسبة ما بين ال open loop gain وال common mode gain. The better the performance of the operational amplifier in terms of rejection common mode signals. طبعا ديت كل ما الاداء بتاع الاوبريشنال امبليفاير بيكون افضل، كل ما كان ان هو قدرته على حذف الكومن مود ريجكشن سيجنالز تكون افضل، تمام. وبالتالي هيبقى عندي تو بارامترز بقدر احسبهم، اللي هو الاي اوبن لوب على الاي كومن مود. لو قسمنا الاثنين مع بعض هنجيب نسبة السي ام ار ار اللي هي الكومن مود ريجكشن ريشيو، تمام. وطبعا كل ما كان السي ام ار ار ده القيمه بتاعته تكون اكبر، كل ما يكون افضل، تمام. ال very high value of سي ام ار ار دي تعني ان الاوبن لوب جين ده هاي بيكون كبير، وان الكومن مود جين بيكون قليل، الاي سي ام تكون قليله. وبالتالي لو انا عايز احسب دي القيمه كريشيو، ولو عايز احسبها بالديسيبل او الدي بي، هيكون هاخد العشرين لوج، عشرين لوج النسبة اللي فوق اللي هي الـ A open loop على الـ A common. وبالتالي هنا لو أنا بتكلم على الـ open loop voltage gain هو عبارة عن إيه، فالـ open loop voltage gain اللي هو الـ A OL of the op amp is the internal voltage gain. ده الجهد الداخلي، نسبة التكبير في الجهد الداخلي بتاعه of the device، بتاع الـ device نفسه، وهو مش متوصل عليه اي كومبوننت خارجيه، تمام، مش موصل عليه اي كومبوننت خارجيه. ده الاوب امب نفسه هو متصنع ان هو يعمل نسبه تكبير، فده بنسميه الاوبن لوب فولتج جين، تمام. وده بيمثل لي ريبريزنت ذا ريشيو، النسبه ما بين الاوتبوت فولتج للانبوت فولتج، وين ذير از نو اكسترنال كومبوننتس، مش موصل معاه مقاومات ولا مكثفات ولا اي حاجه خالص، فده الاوبن لوب جين بتاع الاوبريشنال امبليفاير. يبقى لما يجي حد يسالني ويقول لي ايه هو الاوبن لوب فولتج جين، ارد عليه واقول له دي الريشيو اوف ذا اوت فولتج تو ذا انبوت فولتج وين ذير از ار نو اكسترنال كومبوننتس. ديت نسبه التكبير ما بين الدخل واشاره الخارج على الدخل في حاله نو اكسترنال كومبوننت. الاوبريشنال امبليفاير الاوبن لوب فولتج جين از سيت انترل باي ذا انترنال ديزاين، بالانترنال اللي هو التصميم الداخلي بتاعه. الاوبن لوب فولتج جين كان رينج اب تو 200,000، تمام، اند از نوت ا ويل كنترولد بارامتر، وطبعا مش سهل ان انت تقدر تتحكم فيه. الداتا شيت هي اللي بتقدر تحدد لك الحته بتاعت الايه الاوبن لوب جين. The large signal voltage gain
بيكون طبعا ايه القيمة بتاعته كبيرة. في المثال الآتي هنا بيديني ايه، لو انا اديتك في مسألة معينة سورتين اوبريشنال امبليفاير الاوبن لوب جين بتاعه كان 100,000 اند الكومن مود جين كان 2 من 10، وقلت لك يحسب لي السي ام ار ار اللي هو الكومن مود ريجكشن ريشيو واكسبريس ات ان ديسيبلز، واحسبها لي بالديسيبل، احسبها لي كريشيو واحسبها لي بالديسيبل. في الحالة ديت هجيب السي ام ار ار وهي النسبة ما بين الجين الاوبن لوب جين على الكومن مود جين، فهقسم هنا 100,000 هقسمها على 2 من 10 يطلع القيمة بتاعتي ب 500,000. وبالتالي هنا لو انا عايز اجيب لها بالديسيبل هجيب ال سي ام ار ار هتكون 20 لوج ال A اوبن لوب على ال A كومن مود، ودي قيمتها هتساوي اقسم برضو نفس النسبة دي بس هاخد لها ال 20 لوج هتساوي 114 dB. وهنقف لحد كده، وبالتالي كده حسبنا شوية برامتر للأوبريشنال امبليفاير، عرفت ازاي اوصله كإنفيرتنج كنون انفيرتنج كديفرنس، عرفنا ما يسمى بالأوبن لوب جين بالكومن مود جين والكومن مود ريجكشن ريشيو، وازاي اقدر احسب النسبة ما بين الأوبن لوب والكومن مود وقدرته على حذف النويز سيجنال، وعرفنا السيمبل بتاعه واطراف التوصيل بتاعته، وازاي اقدر احسب السي ام ار ار بالريشيو وبالديسيبل. ونلتقي المرة القادمة ان شاء الله.